حصريا داش راس بالجزال في مدح حتى الرجال نسل ضربنا الفعال مرة قارت السلام شاش راسي بالجزال في مدح عز الرجال نسل ضربنا الفعال مرة قارس السنام هو علي المهدي الشهام الكفو رمز الكرام كاسب نقول النعيم والله سبعة نعيم ذا علي رمز الفخار بالتقاعد كالظفار والله انه عن عشار في عزومه والفعال صامل في وقفته ذخر ربعه لابته في الدفاع خدمته دامت ثلاث نعم ذخر أهله والعظيم فالمواقف له رصيد راعي الراية السديد منت عزوة بحزام عزوة أخوانا وسنام للخوات ضم بعام ما مثل طيبه أحد مدته مزن الغمام يا علي وانت البطال أبوك سمك الجمل واشهد انك الجزل سيفل تقص العظام يبو محمد يا الشهام انت رمز للكرام والصناخة والشيام فيك يا نسل الحشام وانت درع للوطان بالشدايد والمحان لك بطولة الزمان شاهده بين الأنام نسل شيخ نحموي محمد الفت الأبي العريب المنسبي ما يوفيه الكلام من دو المهدي القرون عزوتك هم خير يوم من يسدون اللزوم ندر الرسل كرام شاش راسي بالجزال في مدح عز الرجال نسل ضربنا الفعال مرة قارس السنام هو علي المهدي الشهام الكفو رمز الكرام كاسب نقول النعيم والله سبعة نعيم ذا علي رمز الفخار بالتقاعد كالظفار والله انه عن عشار في عزومه والفعال صامل في وقفته ذخر ربعه لابته في الدفاع خدمته دامت ثلاث نعم ذخر أهله والعظيم فالمواقف له رصيد راعي الراية السديد منت عزوة بحزام عزوة أخوانا وسنام للخوات ضم بعام ما مثل طيبه أحد مدته مزن الغمام يا علي وانت البطال أبوك سمك الجمل واشهد انك الجزل سيف تقص العظام يبو محمد يا الشهام انت رمز للكرام والطناخة والشيام فيك يا نسل الحشام وانت درع للوطان بالشدايد والمحام لك بطولة الزمان شاهده بين الأنام نسل شيخ نحموي محمد الفت الأبي العريب المنسبي ما يوفيه الكلام من ذو المهدي القرون عزوتك هم خير قوم من يسدون اللزوم ندر الرسل كرام.